مناقشة إحدى القنوات العراقية أثارت الناشطة والقانونية نور البغدادي جدلاً واسعاً بين العراقيين بعد أن بررت أسباب انتشار ظاهرة التحرش، قائلة أن اللوم لا يقع على الرجل وحده وأن الفتاة تتحمل جزءاً من المسؤولية بسبب طابع زيها الذي لا يتناسب أحياناً والذوق العام. نور تجد أن خروج الفتاة في وقت متأخر وارتداءها ملابس غير محتشمة تعرضها إلى التحرش، لأن الرجل العراقي ابن مجتمع وتقاليد شرقية لا تتقبل الطابع الغربي الدخيل. ما قالته البغدادي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي ولاقى هجمة كبيرة من قبل النساء الناشطات في مجال حقوق المرأة. البعض منهن فسر تبريرها هذا بوقوف المرأة ضد نظيرتها، وترى أخريات أن تصريحها هذا جاء في وقت خاطئ وحرج تتعرض فيه أكثر من 70% من النساء العراقيات يومياً إلى التحرش بمختلف أشكاله. زينب المشاط، صباح العربية، بغداد.